أستاذ إيهاب أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. كما تحدثنا يمكن البورصة المصرية كانت الأسوأ أداء بشهر يناير مقارنة بالأسواق الأخرى، عم نبتدأ الشهر على بعض الإيجابية وتخطي الـ 11600 نقطة، برأيك ممكن نعوض جزء بشهر فبراير من الخسائر التي شهدناها بشهر يناير أم ممكن تبقى الصورة على ما هي عليه بهذا الشهر الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو شهر يناير وديسمبر ونوفمبر، يعني احنا بقالنا حوالي شهرين ونص دلوقتي اداء سلبي جدا، خاصه في الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70، يعني شهد تراجعات حاده قويه جدا. يمكن مؤشر ال 30 مع الشهر قبل الماضي مع نهايه الشهر قبل الماضي او يعني مع نهاية العام السابق إلى حد ما بدأ نوعا ما يتحسن ونقرب تاني من مناطق ال 12000 نقطة، لكن فشل الحقيقة أنه هو يتجاوز هذا المستوى بسبب البنك التجاري الدولي، أنه هو ما قدرش يتخلص من التحرك العرضي اللي مسيطر على أدائه ما بين مستوى ال 50.5 لحد ال 54 جنيه، بالإضافة إلى طبعا اللي حصل في فوري والشرقية للدخان باعتبار أن هم يعني لهم أثر في الوزن النسبي، فبالتالي كل ده كان له أثار سلبية. حتى التحرك الإيجابي لطلعت مصطفى أو المجموعة المالية هيرمس ما كانش كافي أنه يدعم المؤشر أنه يقدر يتجاوز منطقة ال 12000 نقطة، على اعتبار أن ده يعني مستوى مقاومة تاريخي، وإحنا من بداية مارس 2020 أو من بداية أزمة الكورونا وإحنا بنتحرك تحت هذا المستوى. الطبيعي جدا بعد خمس جلسات من التراجع المتواصل أن إحنا نبتدي نرتد امبارح، خاصة بعد ما قربنا في الاي جي اكس 30 من ال 11400، طبيعي جدا ان يحصل هذا الارتداد، لكن عايز ارجع تاني واقول ان احنا يعني الاتجاه صحيح قد يكون صاعد لكنه مايل للحركه العرضيه، وخاصه لما تراجع تحت مستوى ال 11550. صحيح احنا طلعنا فوقه تاني النهارده، لكن مجرد اقترابنا من مستوى ال 11400 والارتداد مره تانيه ده خلى الاتجاه بتاع مؤشر اي جي اكس 30 على المدى القصير والمتوسط الى شكل الحركه العرضيه اكتر يعني. وبالتالي الارتداد ده اتصور ان هو ممكن يكتمل لحد ال 11700 او اول ما نقرب من ال 11700 في جلسه بكره هنبتدي نشوف بعض الضغوط البيعيه تاني، او يعني التحرك العرضي المائل للتراجع قرب المستوى ده، لانه التحرك العرضي ده هيخلي فيه ناس محبوسة تاني عند ال 12000 نقطة زي ما كانوا محبوسين بقالهم سنتين، لأن احنا قربنا منه وما قدرناش نخترقه، بعدين قربنا منه تاني وما قدرناش نخترقه تاني، فده كله شكل ضغوط بيعية متحفزة هتفضل بتهدد أي ارتداد للمؤشر قرب المنطقة دي. يبقى بس التجاري الدولي إنه يقدر يتخلص من المنطقة العرضية اللي بيتحرك فيها لأعلى طبعا عند ال 54 جنيه، ساعتها نقدر نقول إن المؤشر هيقدر يتجاوز ال 12000 نقطة. لكن بأمانة شديدة المنظر العام مع احجام التعاملات اللي يعني بدات تتحرك دلوقتي في الرينج المتوسط بتاعها، بقينا بنتكلم في 600 و700 مليون جنيه، بعيدا عنها في بدايه الاسبوع بتوصل ل 500 مليون جنيه، فطبعا ده يعني مؤشر خطير الحقيقه وسلبي جدا في امكانيه ان المؤشر يقدر يخترق لاعلى بدون اي اخبار محفزه او اخبار ايجابيه. ويعني احنا الكلام ده كله قلناه أثناء موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية وأثناء الجدال اللي حصل، وأن ده هيتسبب في أن قيم التعاملات هتتراجع وأن أحجام التعاملات هتنكمش نتيجة لعدم وضوح الرؤية. حتى الآن ما فيش التعديلات لم تظهر، وإحنا بنتكلم داخلين في شهر 2، وأنا لا أتوقع قبل شهر 5 أو 6 عبال ما يبتدي يتعمل هذا الأمر. فالمشكلة ديت مخليها الناس مش عارفة هتتحاسب ضريبيا ازاي، هل على طبقا للقانون بتاع 2014 تمام. ام في تغيير، يعني التعديل ده هيلحقوا يتعاملوا بيه قبل نص السنة دي، ولا هيبقى بيتعامل على قانون 2014 لحد بداية ابريل 2023. فدي كلها امور غير واضحة، وبالتالي مع استمرار الغموض ده واستمرار عدم وضوح الرؤية امر طبيعي ان احنا نشوف الأداء ده. وإحنا بنأمل الحقيقة من الجمعية المصرية للأوراق المالية أن هي تحاول تضغط شوية في هذا الملف، على اعتبار أن يبتدي يعني يحصل تحرك والتعديلات دي تتم تنفيذها أو عرضها على مجلس الشعب، وبالتالي نخلص بقى من هذا الأمر. وإن كنت مش متوقع برضو أنه هو هيكون ليه أثار إيجابية فظيعة يعني، ولكن على الأقل هيخلي الناس إلى حد ما
يعني تبقى واضحة الرؤية بالنسبة لهم شوية. تمام. طبعا عم نذكر أستاذ إيهاب أنه مع نهاية يناير إعادة البورصة المصرية المراجعة الدورية لمكونات مؤشر السوق، وكان يمكن في دخول بعض الشركات وخروج من المؤشر الرئيسي. 6 شركات كان أبرزها بايونيرز اللي خرجت، للتنمية العمرانية راية القابضة، سبيد ميديكال المصرية للمنتجعات، جدوى للتنمية إسباير كابيتال، مقابل دخول 4 شركات أخرى كانت إي فاينانس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر أوراسكوم كونستراكشن، وأيضا بنك التعمير والإسكان. بظل هذه المراجعة أيضا اليوم أستاذ إيهاب، وتدني مستويات الأسعار بالنسبة للعديد من الشركات ومنها أيضا الأسهم القيادية، إلى أي مدى إحنا ما زلنا بحاجة لظهور صانع سوق بهاي المرحلة؟ يعني هل في فكرة إنشاء صانع سوق مثل ما عم بيحدث بالأسواق الخليجية تقريبا بتدني مستويات الأسعار لعودة السوق للارتفاع من جديد؟ لا، صنع السوق حصل في الأسواق الخليجية من فترة، يعني من بداية 2018 والأسواق الخليجية بتتكلم في موضوع الماركت ميكر. لكن احنا في الدورة السابقة كان ملف مطروح وكان على وشك التنفيذ بالفعل ملف صنع السوق، ولكن دايما بتبقى الأمور الحقيقة يعني مش في صالح الإدارة. يعني الوضع الحالي اللي في السوق ما اعتقدش هيكون محفز لشركات ان هي تدخل تاخد رخصة صانع السوق في الوقت الحالي، وفي ظل الغموض اللي بيشوب السوق، وفي ظل احجام التعاملات الضعيفة، بالاضافة الى موضوع وثائق المؤشر قبل كده وانها ما كانتش يعني على المستوى المرجو، خاصة وان صانع السوق زي ما حضرتك عارفة بيبقى الارباح بتاعته من الطلبات والعروض او من الفروقات اللي ما بين الطلبات والعرض. وكانت من ضمن المشاكل الكبيرة ساعتها ان كان في ضريبة دمغة، وبالتالي ده ممكن يأثر على هذه التعاملات. فمع انخفاض أحجام التعاملات أمر طبيعي أن الفروق دي هتقل جدا والتحركات هتبقى ضعيفة جدا، مما لا شك فيه احنا محتاجينه. لكن خلينا نبقى أكثر واقعية أنه صعب حد يتقدم في الوقت الحالي للحصول على رخصة في ظل الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده بشكل عام، سواء بسبب الأخبار المتعلقة بملف الضرائب أو بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام نتيجة للفايدة والتضخم والكلام ده كله، أو مؤشرات الماكرو إيكونوميك يعني أو المؤشرات الاقتصاد الكلي، أو حتى داخل السوق نفسه بعد اللي حصل في مؤشر يجي إكس 70 والمضاربات اللي يعني نشأ عنها خسائر كبيرة جدا للمتعاملين. والحقيقة أنه لو كان في صانع سوق ساعتها ما كناش هنخش في كل الجدل ده، وكانت الناس كلها هتكسب وتبقى مبسوطة حتى لو كان هو صانع السوق، بدل ما كان يبقى بشكل غير شرعي يبقى بشكل شرعي. ولكن يعني الحمد لله على كل شيء. طيب احنا شفنا ايضا الاستثمار الاجنبي، يمكن يعني مبيعات الاجانب بشهر يناير استاذ ايهاب وحدها بلغت 611 مليون جنيه. العوده لمؤشر جي بي مورغان برايك، يعني وان كان في السندات، هل سيعزز ثقه المستثمر من جديد للعوده الى السوق؟ هو على فكره طبعا ده امر ايجابي ان هو يعني ان احنا نرجع تاني على مؤشر السندات، مش زي ما الناس متصوره، وهي يعني رابطه ما بين الامر ده وما بين مؤشر الاسهم، وبالتالي ان احنا وزننا انخفض على مؤشر الاسهم، وده معناه ان احنا يعني المفروض نفكر في ده وما نفكرش في ده. لا طبعا ده مؤشر مهم جدا، وان وجود مصر عليه ده امر طيب جدا وامر ايجابي، خاصه ان احنا كنا عليه اساسا من حوالي 10 سنين تقريبا او من 11 سنه، وبعد كده خرجنا نتيجه بقى للاوضاع اللي حصلت دي كلها. فامر طيب امر ايجابي، لكن انا عايز اقول دايما ان احنا يعني مش المفترض ان يبقى هدفنا هو كله بس عايشين حياتنا كلها على موضوع يعني ادوات الدين. يعني هي دي المشكله الرئيسيه، احنا بنعتمد فقط على ادوات الدين الحكوميه، وان انا باخد بس ودائع بحطها في البنك المركزي كاحتياطي واضمن للناس تخرج باسعار فايده عاليه جدا، في ظل ان انا متجاهل تماما مناخ الاستثمار او متجاهل تماما الاستثمارات غير المباشره او الاستثمارات المباشره. وللاسف شديد ان احنا هنقع في المطب بتاع رفع سعر الفايده في امريكا خلال العام الحالي، وبالتالي ساعتها مجرد وضعنا على المؤشر مش هيكون له اثر اساسا يعني. فبالتالي المساله هنا هنبص نلاقي تخارج كبير جدا من الاستثمارات الاجنبيه بعد اتجاه الولايات المتحده لرفع الفايده او الفدرالي الامريكي لرفع الفايده. ف يعني ده هيخلينا نرجع تاني نفكر في اللي كان المفروض نعمله اثناء قرض الصندوق. نعم. واللي الحكومه بدات تنتبه ليه على فكره يعني مؤخرا، وبدات تاخد بالها ان هي لا لازم تركز شويه في عمليه دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار، وشفنا اكتر من حوارات متعدده في هذا الامر يعني.
لكن يعني أتمنى أن يكون بشكل أكثر جدية علشان ما يبقاش الاعتماد كله كده على موضوع السندات، لأنه ساعة ما هيحصل التحرك في أسعار الفايدة ساعة ما هنشوف طبعا يعني أثر كبير جدا على سعر الجنيه في السوق المحلي. نتوقع أنه يكون في رفع للأسعار يعني للفايدة أيضا بمصر أستاذ إيهاب، لأنه رح ندخل أيضا أول اجتماعات طبعاً. البنك المركزي المصري مع بداية 2022 مع نهاية هذا الأسبوع، نتوقع أنه يكون في نفس النهج؟ طبعا طبعا، بس ممكن ما يبقاش الاجتماع ده، لكن لازم هيبقى في رفع لسعر الفايده، لان حضرتك عارفه اول ما امريكا هتقدم على هذه الخطوه كل الدول سواء الدول الخليجيه او الدول الاخرى اللي مرتبطه عملتها بالدولار هتبتدي تلجا الى رفع اسعار الفايده، حتى وان اعتبرنا ان عندنا مستوى الفايده الحقيقيه من اعلى المستويات على مستوى العالم وانه بعيد عن مستوى التضخم المعلن، لكن احنا في النهايه بنستهدف او معتمدين بشكل رئيسي على ادوات الدين الحكوميه، فبالتالي المستثمر الاجنبي اللي حاطط فلوسه عندي هو اساسه داخل عشان سعر الفايده الحقيقي ده. فلو حصل اي تراجع فيه او بقى فيه منافسه من جانب اسواق تانية اوتوماتيك هيخرج مما لا شك فيه، فده هيبقى بيشكل ضغوط على البنك المركزي ان هو هيضطر يرفع الفايده مما لا شك فيه اطلاقا خلال العام الحالي، ممكن زي ما قلت لحضرتك ما يبقاش في الاجتماع ده او الاجتماع اللي بعده حتى، لكنه حتما هيبقى بعد التحرك بتاع الفيدرالي الامريكي هيبقى في تحرك من البنك المركزي المصري. وانا اشكرك استاذ ايهاب سعيد.